السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفنت جيمنج، واليوم جبنا لكم لعبة جديدة وهي لعبة سكولي. يا جماعة بصراحة لعبة جميلة، يعني طبعا لكل المنصات. فكرة اللعبة انك انت تجلس تدحرك كذا، يعني بدون سبب عادي، فهمت؟ تدحرك بس، وطبعا في حجم صغير وبعدين كبير وكبير وكبير. ليش؟ لانه في كل مرحلة توصل لازم انك انت تغير حجمك علشان تعدي هذه المرحلة، فهمتوا كيف؟ طبعا هي لعبة من نوع الطرف الثالث يا سادة، فخلونا ما نطول كلام كثير ونعطيكم نبذة عن اللعبة. انا بصراحة لعبتها هذه اللعبة قبل، يعني جربت كذا مال دقيقة دقيقتين ثلاثة وعجبني، فقلت ليش لا، يعني ليش ما اصور لمتابعين اللي زي العسل والله. ف اوكي ارى بحيرة. alright انه طين. oh my god this is سكولي. اوكي هذا هو سكولي. alright جمجمة. oh my god why شفتوا كيف كذاك طلع سكولي. oh my god يعني هيجي يعني بدأ يدحرج. والله الله، شوف الطبيعة يا سادة، شوف الطبيعة. سكولي طبعا اللي ما يعرف لعبة سكولي يا سادة، أنا راح أعرفكم عليها. لعبة جميلة وبسيطة وخفيفة، والجرافيك ماله الله عليك. شوفوا 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 شنو هذي. طبعا هذا لازم تجمعه صراحة يعني شباب، شابتر 1 يعني فاهمين. ايه الله عليك، شنو هذا؟ اوه ماي جاد، نشوف نروح هنا شنو يصير. اوه هذه نطة طلع. اوه ماي جاد والله انها لعبة سريعة. التحكم طبعا جدا سهل، ممكن انك انت تلعب يعني هذا الماوس او انك تلعب بالهذا فاهمين. اوه طبعا ما يصير تمر داخل الموية لان هذا طينة، فهمتوا كيف؟ فالطين ما ممكن يلعب. نو يعني انا لازم اكثر من الخضرة. اوه ابوه لحظة، شو انا اظني لازم ادور في الطين. شوفوا شباب هذا الطين يعني شو اسمه تشيك بوينت. او ماي جاد شنو صار؟ من هذا؟ يس ات وركت. لوك يو ويت ويرز ذا ريست ات دازنت ماتر ويت ذس يو كان جاس ات انصدم. Jump up and down? Yeah. Do that, I guess? Yeah. Sure. Why not? Freestyling. Anyway, welcome back to the land of the living. I know you're confused, but طبعا هذا هو سكول الكبير يا سادة، بس هو متنكر على هيئة انسان، مسوي لي حشيش فوي هيك. Yeah. And you are I'm Scully, brother. I'll just call you Scully. Yes, my name is Scully Bin Munther. I woke you up. I'm the oldest of four siblings. Two sisters and a brother. We all lived here a very, very two sister and brother. It was nice. Okay. We all got along, helped each other, made this place beautiful together. La. Well, all that's gone. Now. They all la, went la. Crazy, been fighting each other for years. Yes. I tried everything I could to stop them, but I couldn't do it. Wow. Back before this, we all had equal parts of this place. Okay. This beach. They've taken over everything else I looked after. Okay, why not? Care about that. والله I just want them to stop fighting. صح. والله I'm too weak to do much of anything now. والله انك نشمي. Throw them off guard. Subdue them if it comes to that. Because that'll give me a chance to talk some sense into them. Oh my god. Oh my god. I got another bruh.
اوكي والله انه ما سهل ترى. او ماي جاد والله ما لحظ والله انه ما لحظ. I'll help you cross the sea and you can go wherever you want after that. We'll go see my youngest sister first. Her name's Wanda. Wanda will not be happy to see us. Okay. Oh my god. والله ان اللعبه ما سهل. قسم بالله اللعبه ما سهل. شنو هذا؟ لا لا التحكم جدا صعب. Oh my god. Oh my god. You have to be careful brothers. You have to be careful in this game. لكنه واو ممكن اني اتسلق. واو شوفوا كيف الفيو من هنا. الفيو مره خايس. اوكي كني طبخت يا ساده. حلو هذا اللي باغي يجيب العيد حل نفسه. ايوه يا سلام عليك يا سلام عليك سريع سكولي. اورايت شوفوا كيف شوفوا الدوران شوفوا الدحرجه. ايوه شوفوا 1 2 3 4 اوكي. Alright شنو هذا؟ يا ساري المفروض اروح فوق ولا كيف؟ خلينا نشوف شو فايد. هنا تشيك بوينت يا ساري وهنا اتوقع يعبي فيه الدم. Alright هنا مكتوب لك RT. Oh my god انه يتسلق الجبال. اوكي والله التحكم جدا صعب يا شباب. ما يغرق. No way no way. انه متميز متميز في عينك. اوكي هذا استوى صرصور اخونا. واو bubbling clay pools with magic just oozing out of them. Bubbling. I made you out of one of these and you can use any one of them to help you out. Okay. يعني يقول هو سوى فيني من سوى صنعني من هذا. Okay. صنعني يعني شنو هذا؟ يعني اني دخلت هنا يصير شوكليت. سخيف. طيب يا جماعة هذا كانت لعبة سكولي. إذا عجبك المقطع اضغط لايك وسوي سبسكرايب واكتب لي في التعليقات إذا عجبك الفيديو علشان أكثر من هذا الألعاب. إلى أن نلتقي في فيديوهات ثانية. سلام. Light work with the bass and the track on my face and the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap.